لسه أصدقاء بئر الخيانة بتاع عبد الفتاح السيسي صداها لسه موجود على السوشيال ميديا، اللي هو عبور البارجة الحربية الإسرائيلية، حيث علم إسرائيلي يرفرف على قناة السويس. لسه منصات التواصل الاجتماعي مهمومة بالقصة دي. والهجوم ما طالش بس السيسي، لكن كان في انتقادات حادة لقيادات الجيش المصري اللي ساكتين على خيانة السيسي، وطلعت هاشتاجات زي النهاردة كده خسارة يا جيش مصر، وفي هاشتاج تاني مصر محتلة. نشطاء كتيرة جدا قالوا للسيسي الجعر يعني مش قادر تدخل أكل لأهلنا في غزة وبتدخل سلاح زي ما كتبت شهرزاد. قالت يعني يا سيسي مش قادر تدخل لإخواتنا في غزة زجاجة مية ولا أكل، والناس في غزة بتموت من الجوع، وقدرت بس يا فاجر تدخل سفينة حربية، لا وكمان حاطة علم مصر مع علم الكيان المحتل. دي خيانة عظمى لمصر ولشعبها، المفروض يتحاكم عليها هذا الجربوع. يا خسارة يا جيش مصر، مصر محتلة وهي كاتبة بقى الجيش المصري خاين. ونشرت الناس فيديوهات لأطفال من غزة بيوجهوا رسائل لمصر وللسيسي توجع. لم تجذب هذه الفتاة أو الطفلة في حرف واحد، ما كذبتش خالص لا الأردن ولا مصر. نشطاء عرب كتير اعتبروا اللي عملوا السيسي دي جريمة وتآمر على غزة، زي ما كتب الفلسطيني عبد العزيز حماد، وسأل إذا كان مرور سفينة حربية من قناة السويس جريمة. الراجل بيسأل إذا كان دي جريمة فماذا عن مساهمة مصر في حصار غزة والتآمر عليها والمساهمة في الحرب وقتل أطفالها ونسائها ورجالها؟ مصر اليوم يا جدعان أسقطها السيسي ومن معه في مهاوي الردى. دي الحقيقة. نشطاء تانيين استدعوا مشهد من فيلم ولاد العم اللي كان منى زكي وشريف منير وكان كريم عبد العزيز تقريبا، وربطوه بالسيسي. حد شاف ولاد العم؟ كان شريف منير بيلعب دور صهيوني بيشتغل لحساب إسرائيل. شوف كده المشهد ده. بسنت علي بتقول لجوزها أو اللي خطفها اللي هو شريف منير أنت خاين وعميل وجاسوس وكذاب. قال لا أنا عمري ما كنت خاين، أنا بالنسبة لوطني والبلادي بطل قومي، بخدم بلادي ومصالحها في أي مكان. ولاد العم 2009، شيل شريف منير وحط مكانه بلحة، هي بلده فعلا. السيسي فعلا بالنسبة للصهاينة بطل، مش كنز استراتيجي عادي، حقيقي مميز من اللي أسس دولة إسرائيل واللي أصبح أول رئيس لإسرائيل. لو كان عايش كان كرم السيسي. أنا بقالي كتير جدا ما سمعتش حاجة حلوة، كله قديم. الحلو كان قديم اللي بسمعه في حياتي، ما سمعتش في الفترة الأخيرة من 10 سنين أحلى من صوت الست دي والنغمة دي والكلمة دي، يا ولاد الكلب. أحلى حاجة سمعتها في 10 سنين اللي فاتوا، لأن كل اللي بسمعه قديم قديم، عبد الوهاب، عبد الحليم، فيروز، فايزة، وديع الصافي، حاجات قديمة، بيتهوفن. إنما والنبي بالله عليك تجيب بس جملة يا ولاد الكال، ست مش مصدقة الخيانة وصادقة جدا وطالعة من قلبها قوي والوصف صح، ولاد كلب. الخيانة اللي بيعملها السيسي ضد أهلنا في غزة خلت نشطاء يستدعوا فيلم قديم قوي للرئيس الراحل حسني مبارك وبيتكلم عن أنفاق غزة وبيرفض إنه يقفلها. اسمع مبارك قال إيه. لقد روجت إسرائيل خلال العامين الماضيين لموضوع التهريب من الأنفاق، وعاودت التركيز على هذا الموضوع بعد عدوانها على غزة وخلال اتصالاتنا لوقف إطلاق النار. وأقول أن التهريب تهريب البضائع هو نتيجة للحصار، وأن الاتفاق الإسرائيلي الأمريكي لمراقبة تهريب السلاح لا يلزمنا في شيء، ويبقى أبناء قواتنا المسلحة مستعدين لرد الصاع صاعين
إن وقع عدوان على أرضنا وسيادتنا والمصالح العليا لهذا الوطن. عارف ليه مبارك كان بيقول كده وكان شجاع كده رغم كل مساوئه؟ لأن مبارك ما جابتوش إسرائيل. إسرائيل لم تتدخل في إن مبارك يبقى رئيس دولة مصر. مبارك جاب شكل شبه شرعي، نائب رئيس 5 سنين ثم بعد كده رئيس جمهورية. إنما السيسي جه إزاي؟ اوعى تفتكر إنك أنت لما نزلت 30 يونيو جبته، ده الكلام ده تقوله عند أم ترتر. اوعى تفتكر أنت لما نزلت صرت ساعتين في ميدان التحرير لما أكلوك كنافة على حساب البنك المركزي تبقى أنت اللي جبته. لا، ده الكلام ده برضه تقوله عند أم لطفي. اللي جاب السيسي هو الأمريكان والإسرائيليين، تحديدا الإسرائيليين. وده حصل في لبنان في سنة من السنين. إسرائيل اتدخلت وجابت واحد عينته رئيس دولة لبنان، كانت بتديه بالجزمة، استدعى مناحم بيجن وشتمه، استدعاه وهو لسه وير كده. لو جيت حلقة بكرة إن شاء الله في المقدمة هحكي لك القصة دي، بس هنشيل حماس من لبنان، هنشيل قصدي حزب الله، ونحط مكانه الفلسطينيين، وهحكي لك الحكاية من أولها، وهتعرف إزاي بير لجميل وبشير لجميل راحوا لإسرائيل عشان تتدخل في إن بشير لجميل يبقى رئيس لبنان، وإزاي استدعاه مناحم بيجن، وإزاي قعده قدامه زي الكلب وخبط على الترابيزة قدامه واتهموا بانه جبان. وبعدها بشير لجميل لما زعل طار. عشان تعرف اسرائيل لما بتدخل بتجيب واحد بتملي عليه يعمل ايه، وعشان تعرف ازاي السفينه مرت في قناه السويس انه غصب على السيسي، مش عشان اتفاقيه اسطنبول او القسطنطينيه، ده كلام فارغ، عشان السيسي عليه هوم وورك لازم يعمله. هتعرف ليه بكره السيسي لازم كان يحاصر غزة ويساعد في قتل أهلنا في غزة غصب عنه، دي شروط الوظيفة. مناحم بيجن قال له كده، أنا اللي جبتك رئيس، اللي أنا عايزه تعمله، الاتفاقية دي تمضيها، أنا هجيب لك ده مش من أي حد، ده من داخل الكتائب. الخيانة يا حضرات موجودة من زمان. إسرائيل جابت ناس عينتها مكانها، سواء كانت في الأردن أو في مصر أو في السعودية، وبالتالي إسرائيل لو غضبت هتطير. عشان كده السيسي بيعمل كل حاجة، السفينة كاثرين أو البارجة تعدي قدامنا في عز النهار، ده تمن فاتورة بيدفعها السيسي. أما ليه مش حاجة ببلاش كده؟ الله يكسفك يا سيسي، خليت الناس تترحم على أيام مبارك. ده اللي كتبه الناشط منير الخطير. منير الخطير كتب يقول انه اهو بص، الناس على تيك توك عايزين يرجعوا سنة 2009، كسفتنا الله يكسفك، كله بيترحم على مبارك وجمال عبد الناصر بسببك، مش عارفين نقول ايه، واحنا محاصرين 2 مليون عربي بدون نفق حتى، وطنجية محمد بن سلمان اللي سلم السعودية كلها لإسرائيل شتموا فينا. مفيش أحقر من كده بجد. مش بس أيام مبارك اللي الناس بترحم عليها، لكن زي ما عرضنا لكم هنا برضو أيام الرئيس مرسي اللي قال لن نترك غزة وحدها. فاكر أنت الفيديو ده؟ فاكر فيديو مرسي؟ مرسي ما اكتفاش بكده، ده بعت رسالة، بعت رئيس وزرائه إلى غزة، إلى غزة وسط الحصار ده والضرب، في رسالة تضامن كبيرة معاهم ضد العدوان. أدي الصورتين اهو، ادي هشام انديل في غزه في 2012 في عهد الرئيس مرسي في قلب غزه، وادي استقبال ميناء الاسكندريه سفينه تحمل مواد عسكريه لصالح اسرائيل في 2024. الفرق ان الرئيس مبارك زي ما قلت لك قبل كده جاي بطريقه شبه شرعيه، الرئيس محمد مرسي جاي بطريقه شرعيه، انتخابات شعب. انما السيسي جه ازاي؟ مش اطفال انابيب خالص، السيسي جاء لقيط، جاء في الحرام، لحظة حرام
شهدها جزء من الشعب المصري وهللها نتيجتها السيسي انه بقى رئيس دولة مصر. لازم يسمع كلام كلام اسرائيل، كلام نتنياهو بالامر اللي يطلب منه ينفذه. هو ده الثمن. ومفيش حاجه ببلاش فعلا، كل حاجه بفلوس. الجعر بيدخل العدو متفجرات وسلاح ويخلي سفنهم تعدي بكل بساطه في قناه السويس. ده اللي عبر عنه الكاريكاتير ده زي ما قلت لك على جثث الفلسطينيين. اهو راكب على النسر بتاع الجمهوريه واقف فوق بيعدي للسيسي او لنتنياهو. في نشطاء عددوا جرائم السيسي في حق غزه من بدايه الحرب، زي ما عمل ناشط اسمه محي الدين وكتب البوست ده: السيسي مشارك في حرب الاباده على غزه منذ بدايه العدوان، ونظام السيسي لم يكتفي بالخذلان فقط، ولكن واحد تفاخر نظامه بهدم الانفاق. حصل. واحمد وصفي طلع بشحم ولحم وقال لك ادينا الانفاق. وبناء سياج امني يحاصر غزه. حصل. والسياج موجود. ده مش سياج واحد، ده بنى سورين. تحولت الموانئ المصريه لمنافذ امداد للكيان لتعويضه عن فقدان رقعته الزراعيه في غلاف غزه. ثلاثة، رفع واردات مصر من غاز فلسطين المحتلة المسروق. طلعت في سبتمبر، طلعت في سبتمبر. استنى خلي الشاب الجميل ده في سبتمبر، والخبر كان معانا جابهولي بيبو. مصر في سبتمبر اللي فات ده زودت وارداتها من الغاز 20%، اللي هو غاز إسرائيل، غاز غزة، اللي هو غاز إسرائيل، غاز فلسطين أصلا. زودنا وارداتنا من الغاز الفلسطيني اللي سرقاه إسرائيل 20%، طلعت في سبتمبر اللي فات. معلش هتلوم الخبر عشان ما فيش لجنه يطلع يقول لك غير صحيح وما تصدقش. الخبر هيجي قدامك دلوقتي، عد معايا كده. في سبتمبر 24 مصر بتزيد من وارداتها في الغاز الى 20%. سبتمبر 24 اللي فات ده اهو يا بيه، مصر تزيد وارداتها من الغاز الاسرائيلي 20%، سبتمبر 24 اللي هو اصلا غاز الفلسطينيين. السفينه للاسف ما مرتش على دوله شعبها ميت ورئيسها خاين. ده اللي كتبته الصحفيه شيرين عرفه، لانها شافت اللي عملوه شباب الاتراك. شباب الاتراك لما وقفت السفينه في احد الموانئ التركيه طلع احتلوها، فهي قرنت قالت عاش يا رجاله وتسلم اياديكم. بس للاسف السفينة مرت على دولة شعبها ميت ورئيسها جاسوس وجيشها خاين، أفرغوا أسلحتها وأوصلوها لإسرائيل. لكن ربنا لا يغفل ولا ينام، وكله سيحاسب بإذن الله. وجابت صورة الشباب الأتراك اللي طلعوا احتلوا السفينة كاثرين. إعلام سامسونج عندنا الحقيقة شغالين تبرير سافل داعر لعبور السفينة البارجة دي، وده اللي عمله أحمد موسى لما قال للحسين ليه ما ضربتوش السفينة؟ ما يعدي من عندكم. الحسين ردوا عليه بعد ما حاول يرمي عليهم التهمة دي بأنهم سابوا السفينة تعدي. تخيل الحسين قالوا إيه؟ إلى أحمد موسى: نحن حتى الآن لم نصدر تعليقا رسميا على الموضوع، فلا داعي لتوجيه الحديث لنا. وهذه الفرقاطة لم تمر عبر البحر الأحمر مطلقا، ولو مرت سنستهدفها دون تردد. ومن قام بتصويرها هم مصريون بقناة السويس وليس في باب المندب، فلا يمكنك الادعاء باننا لم نهاجمها. معلش يا حسين، احنا عندنا واحد عبيط مشغلنا مذيع، مش واحد بس، خمسه سته. عندنا خمسه سته معوقين ذهنيا، مش من اصحاب الهمم، لا لا، هم متخلفين عقليا. فبيكلموا اي كلام ما تاخدوش علينا. وزير خارجيه تونس الاسبق الدكتور رفيع عبد السلام اعتبر ان ده جواب شافي على خزعبلات اعلام المخابرات العسكريه. حتى اعلام المخابرات فاشل. يعني مخابرات فاشله فهمناها، انما اعلام هيبقى فاشل دي غريبة جدا. بس على فكرة مش غريبة يا ولا. أنت تعرف إن المرحوم أحمد سعيد ليه مصيبة زي بتاعت أحمد موسى كده؟ ما هو أحمد سعيد ما كانش يفرق حاجة عن أحمد موسى خالص. الجماعة العراقيين لما وقعوا ببعض ويقعدوا يشتموا ببعض وده يقول على ده مش عارف إيه، أيام عبد الكريم قاسم والناس دي. فأحمد موسى العراقيين لعبوا عليه لعبة اسمه ده أحمد سعيد، لعبوا عليه لعبة غريبة جدا. جابوا واحدة وقال لك اتقبض عليها البوليس العراقي، قبض عليها ومعاها واحد وقال لك دول مناضلين. اللعبة دي لعبتها العساكر بتوع العراق. أحمد سعيد خدها قال لك افرجوا عن المناضلة والمناضل، وقعد بقى ينعر ويزعق وينعر ويزعق وزعلان على المناضلة اللي اتقبض عليها. في الآخر طلعت المناضلة دي واحدة لمؤاخذة شمال واللي معاها قواد، والضحك كان للركب.
فهم العسكر كده من زمان، من زمان والله كده، ومخابراتهم كده. يعني ايه اللي جاب السفينة للحوثيين؟ انتوا نفس الغلطة بعد 60 سنة بتغلطوا نفس الغلطة. الجواب الكافي والشافي من أنصار الله في اليمن إلى أنصار الشيطان في القاهرة: السفينة مرت من مياهكم. مين اللي قال بقى البوست ده؟ اسمع البوست ده كده أهو، بوست بقى دكتور رفيع عبد السلام وزير خارجية تونس الأسبق: الجواب الشافي من أنصار الله في اليمن إلى أنصار الشيطان في القاهرة: السفينة مرت من مياهكم الإقليمية وصورها مصريون، فلماذا إقحام اليمن واليمنيين في الأمر؟ يبدو لي أن أفضل جواب على خزعبلات إعلام المخابرات العسكرية ما قالته الست مصرية بكل تلقائية، وتشاهد السفينة الإسرائيلية تمخر المياه المصرية ويرفع فوقها العلمين المصري والإسرائيلي جنبا إلى جنب. الله يخرب بيتك يا سيسي. هي دكتور رفيق قالت يا ولاد الكلب. وفي مصريين شرفاء كتير هاجموا المطبلاتية اللي بيبرروا جريمة مشاركة الصهاينة في قتل وحصار إخواتنا في غزة، المطبلاتية اللي بيدافعوا عن أن مصر ملزمة باتفاقية القسطنطينية اللي كانت سنة 1888 معمولة من زمان قوي، اللي مصر ما كانش طرف فيها أصلا. تعالوا نشوف إسرائيل عملت إيه النهاردة في اتفاقية موقعة سنة 1967. أنتوا باقيين قوي على اتفاقية عملت سنة 1888؟ تعالوا شوفوا إسرائيل النهاردة عملت إيه في اتفاقية اتوقعت سنة 1967 ولا عملت لها أي اعتبار ولا لأي اتفاقية دولية. بص بقى إسرائيل عملت إيه، اتفرج يا بيه. رسميا إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بقطع العلاقات مع الأونروا اللي هي منظمة اللاجئين، اللي هو اتفاقية عملت 67 مش 1888. إسرائيل قالت ما تلزمناش. اللي طالعين إعلام المخابرات العسكرية يقول لك اتقصف في اتفاقية القسطنطينية، لا عاد في قسطنطينية ولا الإمبراطورية النمساوية ولا الإمبراطورية العثمانية ولا الإمبراطورية المجرية ولا عاد ولا مصر وقعت فيها. طب دي إسرائيل وقعت فيها سنة 67. النهاردة بتقول رسميا للأمم المتحدة ما تلزمناش. كن قوي. في وسط حملات الهجوم على السيسي وخيانته لقينا السوشيال النهاردة بيتكلم من جديد عن مين بقى؟ عن مولانا يحيى السنوار، قائد حركة حماس اللي استشهد من فترة قريبة بعد معركة عنيفة مع جنود الاحتلال استمرت أيام. لكن إيه السبب؟ تخيل السبب في إيه بقى؟ سبب وسائل إعلام إسرائيلية، وسائل إعلام إسرائيلية اللي قتلت السنوار. اتكلموا النهاردة بعد تشريح جثمان السنوار إنه اكتشفوا إن السنوار ما أكلش أي حاجة من 3 أيام قبل استشهاده. خبر كده إعلام إسرائيلي بعد تشريح جثمان قائد الفصائل الفلسطينية تبين أنه لم يأكل شيء منذ 3 أيام قبل استهدافه هو ورفاقه. في بعد كده، في بعد كده صدق، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. في بعد كده الراجل ما كلش من تاني، مش القائد بقى مش ايوه بابني قصور. افتكر ده وافتكر اللي نعر في وشك وقال لك ايوه بابني قصور هي ليا. بلده محاصره وثلاث ايام ما كلش، ده اللي بتقول كده اسرائيل. بينما واحد تاني بلده جعانه وهو بيبني قصور ويلبس ساعات ويشتري طياره بنص مليار ويبني قصرين ثلاثه عشان المدام تعيش تنبسط، بينما ده بلده محاصرة ما كلش من 3 أيام. الخبر ده حضرات أثار جدل كبير على السوشيال، وفي نشطاء كتير اعتبروا إن ده يضاف لسجل بطولات السنوار، إنه يستشهد هو بيقاوم وكمان جعان، زي ما كتب المواطن الغزاوي محمد الهندي اللي كتب وقال: محمد الهندي، تظل قصة يحيى السنوار محتاجة دراسة طول الحرب. يتهم بانه متخبي في الانفاق بياكل والشعب جعان. اراده ربنا انه يبيض وجهه وسمعته بعد ما يموت ويستشهد وهو بيقاوم، لا وكمان جعان. الاعلامي والصحفي الاستاذ ياسر ابو هلاله اعتبر دي كذبه روجتها صحيفه الشرق الاوسط السعوديه، والمقصود منها رسم صوره لانهيار المقاومه. بيقول كيف تصنع الاكاذيب، هو بيقول كده، والمعلومات وكيف يروجها
الراجل بحسن نية محب القائد الشهيد يحيى السنوار. الكذب أن السنوار لم يذق الطعام قبل 72 من استشهاده منسوبة لمصادر في الإعلام العبري. الحقيقة أن الكذبة نشرت في الشرق الأوسط المعروفة بصهيونيتها وعدائها لحماس، منسوبة لمصادر في الحركة والإعلام العبري نقلوا عنها، يعني كتائب القسام التي تبث فيديوهات من قلب جبلية المحاصر وحماس في الخارج بمنابرها لم ينشروا الخبر وخصوا بها صحيفة صهيونية. الخبر يقصد رسم صورة انهيار المقاومة التي لا يجد قائدها الطعام، مع أن صورة أظهرت مع المذبحة وكتائب الأدعية علبة مينتوس. طب وإيه علبة مينتوس يا أستاذ ياسر؟ أكل يعني، ما أعرفش ده المينتوس ده حاجة كده نعناع يعني. المقاومة قادرة على تأمين الحد الأدنى لمقاتليها وقادتها من طعام وذخيرة، والناس تمنع عن نفسها وتزودها بالطعام، وبالنتيجة الخبر كذب. ده هو اللي بيقول كده. ويبقى السؤال، ما هدف الشرق الأوسط من نشره وكيف ينخدع أنصار المقاومية؟ لا أنا مختلف مع حضرتك خالص. المينتوس هو وجبة مش وجبة. في صورة تانية بقى يا أستاذ ياسر، لإيد تحت الحصار تحت الأنقاض، إيد واحد فلسطيني ماسكة بلحة. ما هو إذا ما كانش كان من ثلاثة أيام يبقى بياكل من ثلاثة أيام مش كده؟ بياكل إيه بقى من ثلاثة أيام؟ الحقيقة أن المقاومة قوية ما وقعتش، والشعب الفلسطيني ملتف حواليها وبيحميها، زي ما هنشوف في كلمة الست دي اللي فقدت ثلاثة من ولادها في الحرب ولسه بتدعم المقاومة وبتدعي ليها وبتدعي على الحكام العرب. لسه الناس دي صامدة ولسه هتصمد أكتر، تختلف تتفق معاهم، بتحبهم بتكرههم، في غيرك ربنا سخرهم ليهم طالعين في مظاهرات برة، غيرك لهم من دينهم ولا من تاريخهم ولا بيتكلموا لغاتهم لكن حاسين بإحساسهم وحاسين إنسانيا. ما ينفعش، غزة كشفت كل حاجة، كشفت عوراتنا، وكشفت مع عوراتنا عورات الكذبة بتاعت ان احنا في عالم متحضر.